أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد للحديث حول صورة الوضع وآخر التطورات سواء المتعلقة بالحرب في قطاع غزة أو في منطقة الشمال، والحديث حول آخر التطورات السياسية ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر البروفيسور محمد حجرات من بئر المكسور، باحث وكاتب ومحاضر في الكلية العربية الأكاديمية حيفا، والمحامي والناشط السياسي والاجتماعي شاد الصح من عرابة. أهلا ومرحبا بكما. قبل أن نتحدث عن الحرب أود أن أسأل عما يجري في النقب. الحكومة تنفذ مخططات كان الناس في النقب يخشونها، لكنها باتت اليوم تتحقق على أرض الواقع. البروفيسور محمد حجرات معك، تفضل. دعني أقول بسبب الوضع الضبابي والفوضى المرتبة الموجودة خلال الحرب، لا شك أن الوزير بن غفير استغل، وهذا ظهر بشكل واضح في الصحافة الإسرائيلية، وقد هدد أن هناك 400 بيت في النقب قيد البحث من أجل الهدم. ولذلك أنا أقول هناك قوانين في الدولة صحيح، ولكن يمكن الانتظار ويمكن المحاورة من أجل إيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع. موضوع النقب موضوع شائك وشائق، وبحاجة لتدخل قوي جدا، وخاصة من قبل أعضاء الكنيسة العرب الذين لا يعرفون إلا الصراخ. أنا لماذا هذه الأمور وهذه الأمور عالقة منذ مدة؟ لماذا لا تكون هناك عمليات من أجل فحص ما نحن بحاجة إليه إلى أهلنا في النقب، من أجل إيجاد الحلول التي يمكن أن تكون من أجل الجماهير العربية والجماهير البدوية العربية في النقب؟ قضية أن يهدم المسجد، وخاصة أنه مسجد، في هذا الوقت هناك علامة سؤال كبيرة. نحن الآن المجتمع العربي بات يشعر أنه في خطر داهم، وأن هذه الحرب إذا لم توضع أوزارها في القريب العاجل فقد تكون هناك كوارث طبيعية في المجتمع العربي بسبب ما يجري. بسبب ما يجري. السؤال لك المحامي شاد الصح، يعني كيف يمكن مواجهة ما هو أشد بالسبل القانونية؟ هل اللجوء حسب رأيك إلى المحاكم هو أمر وارد، أم النضال السلمي والاعتصامات، أم ماذا حسب رأيك؟ أولا مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين من كل مكان في هذا العالم. أولا نشكر أيضا قناة هلا تلفزيون هلا على هذه الاستضافة. تلفزيون هلا كما بدأت أنت في النقب في أم الحيران، هذا التلفزيون الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أم الحيران. هذا المخطط ليس وليد اليوم، وللإيضاح أكثر ليس وليد بن غفير وشكلي، كلا، هذا المخطط هو منذ عشرات السنوات، والآن حان دور تنفيذ هذا المخطط. هذا المخطط يعني حكم الأغلبية، حكم الأكثرية. كل من يتعلم القانون في الدرس الأول في القانون الدستوري يسأل ماذا إذا كانت الأكثرية الأغلبية تريد تنفيذ قرار معين يضر بالأقلية، هل يصبح هذا القرار الذي سيتخذونه شرعيا أم لا؟ هل سيصبح شرعيا لأن الأكثرية تؤيده؟ وماذا إذا كان استفتاء عام وحكمت الأكثرية بأن هذا القرار الذي سيتخذونه هو قرارا شرعيا قانونيا؟ ما حدث في أم الحيران هو تقليص الأرض، هو محاولة لتقليص الأرض التي يسكن عليها سكان النقب. أهلنا في النقب ولدوا على هذه الأرض وترعرعوا ونشأوا، هذه الأرض هي تابعة لهم، ولكن قامت الدولة بمصادرة هذه الأرض نتيجة مخطط مدروس من أجل تقليص الأراضي
في النقب التي يسكن عليها العرب هناك. بدأوا في أم الحيران. أم الحيران هذه هي التجربة. ماذا سيكون بعد أم الحيران؟ هناك أيضا عشرات القرى في النقب مهددة في الهدم، وسيتم تطبيق هذا المخطط. على الأقل الجدول الزمني يتحدث عن 10 قرى مهددة بالهدم والإخلاء الكامل كما حدث في أم الحيران. السلطة، سلطة تطوير النقب، لاحظت ماذا سيحدث؟ هل هناك كانت مجابهة؟ هل كانت هناك مجابهة لهذه عملية الإخلاء؟ لم تكن أي مجابهة. صحيح. قاموا باعتقال 3 أشخاص وتم إطلاق سراحهم. هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا هم الذين كانت شكوك عند الشرطة الإسرائيلية بأنهم هم الذين سيقومون بالاعتراض والمجابهة. أطلقوا سراحهم في 12:00 ظهرا بعد أن انتهى طبعا كل شيء. من كان هناك في أم الحيران؟ من كان في النقب؟ أليس ألم المسلم على أخيه المسلم هو أشد قوة؟ مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أليس هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلوا أعضاء الكنيسة؟ نحن عامة الشعب، نحن من هذا الشعب الذي يتألم والذي يئن. ولكن هناك القيادات، هم الذين أطلقوا على أنفسهم القيادات من أعضاء كنيسة. هل كانوا في أم الحيران هناك عندما كان يهدم المسجد أمام أعينهم؟ ماذا فعلوا؟ أيوة. لا شيء. هذا يعني الموضوع دخلت إليه، أريد أن أسألك أخ البروفيسور محمد حجرات، ويعني بالآخر يعني هيك بين قوسين، وأنا فهمت قصدك والرسالة اللي بدك توصلها في سؤالك. ممكن أن يحدث كوارث طبيعية ونحن نفهم ما الذي تقصده ونحن واعون لما يعني قلته لهذه الكلمة، ولكن سؤالي لك، كيف بالإمكان تقييم رد فعل القيادات العربية قطريا أو محليا في النقب على ما يحدث هناك؟ يعني بلش يحكي عن موضوع الأخشاء. نعم، عطفا على ما قال الأستاذ شادي. تفضل. أولا من ناحية المظاهرات في أم الحيران أو المجابهات، لم تكن، لأن هناك حالة غريبة جدا في المجتمع العربي بسبب القوانين التي تستحدث كل صباح ومساء. هناك أمور أصبح الشخص يخاف حتى أن يمسك هاتفه ويكتب شيء معين، ونحن نعرف هذه الظاهرة وبسبب الحرب. وعطفا عما قاله الأستاذ المحامي شادي، أنا أريد أن أضيف لما قاله بسؤال آخر. هو سأل عن القيادات العربية. القيادات العربية عندما قتل مربي فاضل، شخصية وهامة أنا أعرفه لأنه كان تلميذي، كانت يعقوب، لا أنا أتكلم عن أبو مخ في باقة الغربية، لأنه كان يستشيرني في بعض الأمور العلمية والأمور الإدارية من ناحية المدرسة. فظهرت اللجنة المتابعة بمظاهرة أو بإضراب يوم معين، هذا لن يغني ولا يسمن من جوع، دعنا نقول بالأمر الواقع. القيادات العربية كما قال، لماذا لم تذهب إلى أم الحيران ما دام المواطن العادي مثلي أو مثل شادي أو مثلك يا صحفي أن يكون هناك؟ لماذا لم يكون هناك على الأقل صرخة؟ نعم، ولكنه لم نرى صرختهم بشكل واضح من أجل، لأن هذا الأمر دعني أقول كالتالي. هذه تكلم الأخ شادي عن أن هذا الملف منذ سنوات، هو الملف قائم منذ قيام الدولة. صح. ونحن نعرف هذا الشيء، ولكن الجرأة على تنفيذه بهذا الشكل وبدون مفاوضات وبدون التروي في الأمر، لأنه بات المجتمع العربي يعرف داخل الدولة على أن هناك علامة سؤال كبيرة عليه. ونحن إذا استمر هذا الوضع نحن قادمون لأيام صعبة جداً في المجتمع العربي. أنا لا أتكلم فقط عن أم الحيران، أنا أتكلم عن كل المناطق.
المجالس العربية تئن من عدم وجود الميزانيات، ويقال لها في وزارة المالية بأنه لا أموال ولا قضية ما صنعته الموحدة برنامج 552، البرنامج الذي أتت به الموحدة من أجل الخطة الخماسية، كله ذهب عرض الحائط. المجتمع العربي إن وما أقوله أم الحيران ما كانت إلا إشارة وبداية لمعاناة، إذا لم تكن هناك دعني أقول خطط استراتيجية، وأنا لا أتكلم عن أن 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 تكون أن يكون المجتمع العربي ضد الدولة، أنا ما زلت أؤمن بالتعايش العربي اليهودي، ولكن أين هم اليسار اليهودي الذي كنا بحاجة نحن بحاجة إليه هذا اليوم؟ أين هو اليسار اليهودي؟ يوك، أنا أتكلم بالتركية، يوك لأنه غير موجود، ونحن بحاجة لهذا الأمر. ما زلت أؤمن أنا شخصيا بروفيسور محمد حجرات بقضية التعاون العربي اليهودي، التعايش العربي اليهودي، ولكن أين هم زملائنا من المجتمع اليهودي الذين يمكن لهم أن يصرخوا حتى صرختنا في المحافل المختلفة؟ ما يحدث في أم الحيران، ما حدث في أم الحيران، دعني أقول قد تقول الدولة أنه هناك محاكم وهناك قرارات، أنا لا أقول لا، ولكن ليس بهذه الطريقة. هناك ما يسمى لجنة تطوير المجتمع البدوي، ولكن منذ سنوات، ومن المسؤول عن التطوير؟ المسؤول عن التطوير هما أشخاص من اليمين المتطرف الذي يريد، لا يريد لأهل النقب أن يبقوا في أماكنهم. أنا مع أن تكون هناك مجموعات من القرى مع بعضها البعض، أنا مع، صحيح، ولكن ليس بهذه الطريقة. هذا أمر واحد. والأمر الآخر، أم الحيران يريدون أن يهدموا هذه البيوت، والهاي لماذا؟ لإقامة مستوطنة أسموها في البداية كان اسمها حيران، ولكنهم عرفوا هذا تاريخيا، عرفوا أنه لا يمكن، سيبقى الاسم رمز لأم الحيران، فغيروه إلى درور. وهم الآن يريدون إقامة مستوطنة. النقب كبير، ممكن أن يذهبوا ويقيموا في مكان آخر، هناك مكان واسع للجميع. صحيح أخي بروفيسور محمد عجلات. الآن سنذهب إلى الحرب، الحرب الدائرة، وسؤالي لك المحامي الناشط السياسي الاجتماعي شاد الصح. في إسرائيل يتحدثون عن ضغط عسكري، وترى ذلك على حزب الله بهدف التوصل إلى تسوية، هل هذا أمر وارد في المدى المنظور حسب رأيك؟ لو نظرنا إلى ليس ما نسمع وما نقرأ في الصحف أو ما نسمع في الأخبار، لو نظرنا إلى العمق أكثر لرأينا، فلنسأل هذا السؤال: من هو الشخص الوحيد الذي يمسك بزمام الأمور؟ إنه بنيامين نتنياهو. لا يختلف اثنان على هذا الأمر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي هو الذي يدير جميع ما يتعلق في الحرب. بنيامين نتنياهو هو متهم، وقام بتقديم طلب لتأجيل جلسة يوم 2 ديسمبر 2012، ولكن المحكمة رفضت تأجيل هذه الجلسة. نتنياهو في مأزق شديد، لأن نهاية الحرب بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي نهاية الحقبة السياسية كليا، نهاية الحرب في لبنان وعقد صفقة أيضا في مع حماس هي نهاية الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو لا يريد هذا الأمر، واستمعنا أيضا بأنه في بداية السنة الجديدة سيقومون بتقديم هدية إلى ترامب بإنهاء الحرب في لبنان. إنني أستبعد هذا الأمر كليا،
نهاية الحرب هي نهاية نتنياهو. إذن لماذا قام نتنياهو بتقديم هذا الطلب لتأجيل الجلسة، الجلسة المعينة الاثنين 12؟ لماذا قدم هذا الطلب؟ لكي يطيل أيضا أمد المحاكمة المماطلة. رفضت المحكمة المركزية طلب نتنياهو لأن قضاة المحكمة المركزية فهموا أيضا ما بين الأسطر، ممكن أن نقرأ، فهموا قضاة المحكمة المركزية ماذا يريد نتنياهو من أجل تقديم هذا الطلب. هو ربط هذا الطلب بالحرب، هو قال إنني منشغل في الحرب. لو ما قيل صحيح بأن الحرب ستنتهي لما تقدم نتنياهو بهذا الطلب لتأجيل موعد الجلسة. نعم، يعني أريد أن أسألك البروفيسور محمد حشرات، يعني أريد أن تجيب كذلك على السؤال الذي طرحته بخصوص المنظور، ما يعني إذا نظرت للجبهة الشمالية، وهذا السؤال أنا حسب رأيي المليون، في اتفاق بالمدى يعني المنظور لإلنا، وكذلك أريد يعني أن أسألك القتال متواصل كذلك في قطاع غزة دون الحديث تقريبا عن صفقة أو حل مرتقب هناك كذلك. دعني أقول أنه قبل أشهر عديدة، وأظن بعد 3 أشهر من الحرب، بعد أن كانت الصفقة الأولى صفقة الرهائن والأسرى، سئلت هذا السؤال، هل تكون صفقة ثانية؟ قلت لن تكون فعل. وحتى أنه أحد الصحفيين المشهورين عاتبني بالأمر، وقبل أيام بعثت له ما بعث لي أنه ستكون هناك صفقة ثانية، قلت له لن تكون. قبل فترة أجبت على السؤال. نعم فعل، هذا جواب يعني نادر ويعني وقوي. أقول كالتالي، تفضل. لو كانت صفقة في ذلك الوقت لانتهت حماس، لو تحدث صفقة الآن كما قال أخي شادي لانتهى نتنياهو. هذه الحرب الغريب فيها أن السياسة تداخلت فيها بعمق. صحيح. ودعني أقول لأول مرة تظهر أمريكا معزولة عن العالم الخارجي. تستغرب ما أقوله، أمريكا كانت معزولة لفترة معينة. الشعب الأوروبي والشعب الأمريكي لا يؤمن بهذه الحرب، وهذه الحرب هي من أسقطت النظام ليس النظام، الحزب الديمقراطي في أمريكا، وهي من أتت بترامب لإدارة جديدة، والأمر واضح. ولذلك أقول أن الآن الخيوط بيد ترامب، الخيوط لم تكن بيد بايدن. بايدن عندما بدأ الحرب، ودعنا نقول ونتذكر جيدا، وجاء إلى إسرائيل وأعلن عن نفسه أنه صهيوني، وهذا ليس جديد لأنه يؤمن بهذا الأمر وما زال يؤمن فيه حتى اليوم. ولكن بايدن كان ينظر إلى الحرب على أساس أن تكون سلم له لأن يكون مرة أخرى في البيت الأبيض. كان يفكر أن الحرب ستكون 3-4 أشهر وانتهى الموضوع. ولكنه الخطأ عند بايدن أنه من صفة الزعماء والقادة الذي يقارب ولا يسدد، كان يقترب من الحل ولكنه كان يخاف على موقعه في الانتخابات الأمريكية، وبعدها ترك بسبب الحالة الذهنية أو الفكرية، وأتت هاريس، وهاريس قامت بأخطاء عديدة من ناحية الحرب، من أدى إلى ما أدى إلى أنها لم تربح هذه الانتخابات. ولذلك تسألني كالتالي، الآن سيكون ترامب آخر. ترامب سيعطي مجال معين لإسرائيل مدى الأشهر القريبة، وبعدها لن يعطيها أي إمكانية للتقدم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه سيد اتفاقيات أبراهام، وهو ترامب القديم كان شيء آخر، والآن هو جنون العظمة عنده، يريد أن يحصل على جائزة نوبل وسيحصل عليها. وتذكر ما أقوله لك الآن، لأنه سيعمل مع الأنظمة العربية التي كانت في غياهب الجب،
وفي أهل الكهف مدة سنة كاملة، الآن ستطفو على السطح وستعمل مع ترامب على إيجاد حلول سلمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، لأنها تخاف على عروشها وعلى كينوناتها وسيروراتها، وهذا الأمر واضح. ولذلك لأنه سيد اتفاقيات أبراهام سيعطي مجال الآن لإسرائيل اعملوا ما شئتم حتى آتي إلى البيت الأبيض، ولكن عندما آتي إلى البيت الأبيض هناك شركاء لي بالأنظمة العربية، الخليج العربي، مصر، الأردن، نعم، وحتى سوريا ستدخل في الموضوع، وستكون هناك اتفاقيات جديدة على الأقل لصالح إسرائيل، لصالح إسرائيل ولصالح الفلسطينيين. تعرف لماذا؟ أدرك العالم كله بما فيه الشعب الإسرائيلي، وأترك بأن نحن الآن في فترة الخوف وفترة انتقالية وفترة الذعر والرعب، ولكن الشعب اليهودي أدرك تماما أنه لا يمكن أن يكون فقط الاعتماد على السلاح من أجل المحافظة على الدولة، ولذلك سيكون تغيير جذري في الانتخابات القادمة. اليمين لن يطيل عمره في هذا الأمد إلا إذا كنا نرى، وهناك سيناريو من هذا النوع، أن ترامب سيكون نصير الشعب اليهودي فقط، ولذلك أنا أتوقع أن تضم الضفة الغربية إذا كان ترامب الآخر، ولكن ترامب لن يكون. ترامب سيعتمد على الأنظمة العربية من أجل إيجاد حلول جذرية. كنا نقول أن هذه الحرب هي مأساة، وفعلا هي مأساة، مأساة لكل الشعوب، ولكنه رب ضارة نفعت. الشعب اليهودي أدرك أنه لا يمكن بالحروبات أن يبني دولة، حتى لو كنت قويا كما تريد، وحتى لو كانت أمريكا معك، هل استطاعت إسرائيل أن تحفظ أمنها؟ لا، وهذا يقوله الجنرالات في الجيش وليس أنا، ولكن الشعب اليهودي بات يدرك أنه موجود داخل جزيرة في الشرق الأوسط، عليه أن يكون شريكا في هذه المواضيع، ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. يعني وصلنا إلى ختام هذا الحوار الذي لا يمل عمليا، ما شاء الله، تحليل واسع. البروفيسور محمد حجرات من بير المكسور، باحث وكاتب ومحاضر في الكلية العربية الأكاديمية في حيفا، شكرا جزيلا لك. المحامي شاد الصح، ناشط سياسي اجتماعي من عرابي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكما. مشاهدينا، إلى فاصل إعلاني، عودوا إلينا.